الجارة اللي اتكلم عنها محامي الدفاع إسماعيل، اللي اتكلم أعتقد إسماعيل سيد اللي اتكلم دوت، واستند على شهادة الجارة اللي قالت إن هي ما شافتش أي سحلة أو أي ضرب، لكن هي نفس الجارة اللي كانت سبق واتكلمت في بداية هذه الأزمة وقالت الحقيقة كاملة. نشاهد معا هذا الفيديو. أنا ما شفتش حاجة لأن كل ابني خبط عليا قال له افتحي دخل الولية دي عندك جوه. دخلت لقيت هدومها مقطعة، لبستها هدوم وخططتها من عندي بالسمن. ما فيش غير كده، ولا شفت حد ولا أعرف حد، حتى لو شفت أنا ما أعرفش حد عشان أنا مش من البلد. أنا مش من البلد، ومن بيتنا ده لبيتنا ده لما نطلع ولا من خط بره، ما نطلعش بره العادة، طلباتنا تجينا وإحنا قاعدين جوه البيت. انت اصلا مش بلد بس عايش في البلد يعني؟ عايشه في البلد بس ما اعرفش فيها حاجه. طب ايه اللي سمعتيه يا حاجه؟ ما سمعتش حاجه خالص غير الزيت. الزيت ظبطت طلعت من فوق. اما اقول لهم اطلبوا الامن اطلبوا الامن، وابني راح مبوط في الست دي ودخلها جوه. هو دخلها وانا سطرني. لبستها هدومي وقلت لها ايه انت عايزه ايه؟ قالت لي خطيني من فوق. قلت لها ما عنديش حد يوصلني غير بالسامره بقى. قالت خلاص دليلي. فانا دليتها من فوق من عندي بالسمية خلاص على كده ما عملتش ما فيش حاجه تاني ما حكيت لكش هي اي حاجه اللي حصل معها؟ لا ما حكيت لي ما هو لا هو بعد عني حكيت ليش ولا حاجه. ده كان كلام الجاره اللي قالت ان هي سطرتها وان هي اللي غطتها لما لجأت اليها سيده الكرم بعد ما تم الهجوم عليها، لما اصلا هم كانوا رايحين يهجموا على منزل ابنها وبعدين ما لقوش ابنها جوه البيت فهجموا على والده السيد دانيال عمره اكثر من 80 سنه، القوه على الارض وبداوا بضربه بالاقدام وبالايدي وتجمعوا عليه العشرات من افراد القريه. قامت سيده الكرم لكي تدافع عن زوجها فمسكوها هي، وده اللي ادى الى تعريتها، وبعد كده هي اللي أخذت كل الاعتداءات بعد ذلك. طبعا كل هذه التطورات وكل هذا الكلام للأسف هذه الشاهدة بعد ما راحت لكي تدلي بأقوالها تم تغيير أقوالها وقالت كلام آخر غير الكلام اللي طلعت قالته أمام كل الناس في بداية هذه الأزمة. وده كان الوضع أو ده كان حقيقة الاعتداء اللي حصل، لكن بعد كده الأقوال اتغيرت مرتين ثلاثة زي ما عرضنا وتابعنا عرض هذه القضية على البرنامج هنا، وتابعنا مع حضراتكم إزاي هي كانت رايحة كذا مرة لكي تغير أقوالها، وده اللي أدى زي ما بيقول إسماعيل سيد إنه ده اللي أدى إلى الحكم بالبراءة. المحكمة تجاهلت تماماً تحريات المباحث لأنها كانت معمولة صح بضغط من اثنين من رجال رئاسة الجمهورية، وأيضا كان هناك العديد من شهود الإثبات تجاهلتهم المحكمة، كله في سبيل أن هي تاخد كلمة واحدة من الجارة ولكي تبرر قرارها ببراءة المتهمين.